قالت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية إن أوكرانيا هاجمت جسر القرم باستخدام مركبات بحرية مسيرة أدت إلى مصرع شخصين على الأقل وتوقف الحركة على الجسر. في الغضون ذكرت مصادر أوكرانية أن كييف تقف وراء الهجوم، فيما توعد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف بتفجير منازل القادة الأوكرانيين ردا على الحادث. أكدت البعثة الروسية في الأمم المتحدة أن قرار انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب مع كييف نهائي، ولا توجد فرص لمزيد من المحادثات. في الأثناء وصفت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين القرار الروسي بأنه خطوة أنانية، بينما أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل عن خطط لدعم جهود الأمم المتحدة لاستئناف صفقة الحبوب. أطلق الجيش السوداني قذائف المدفعية تجاه تمركزات قوات، كما أفاد شهود عيان بوقوع اشتباكات طرفين بالأسلحة الخفيفة في الأحياء المتاخمة لسلاح المدرعات جنوب الخرطوم بعد عمليات تمشيط قامت بها فرقة المهام الخاصة من الجيش السوداني. لقي 4 أشخاص على الأقل حتفهم جراء سيول غزيرة اجتاحت منطقة نيو إنجلاند شمال شرقي الولايات المتحدة. في الوقت ذاته أصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية تحذيرات لنحو ربع سكان شمال شرق البلاد من ارتفاع شديد في درجات الحرارة. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين حرص الدولة على تقديم مختلف الحوافز الممكنة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمشاركة مع القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية. وشهد الاجتماع الإشارة إلى سعي مصر للحصول على نسبة كبيرة من السوق الدولية في اقتصاد الهيدروجين. أعلن وزير الصحة خالد عبد الغفار تقديم 495,418 خدمة من خلال حملة ميديوم صحة أمس في جميع محافظات الجمهورية. وأوضحت الوزارة أن الخدمات تضمنت 15,669 خدمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.